الاخبار؟ السلام عليكم ورحمه الله. عوده لنا من جديد. تمكنا من اللقاء بواحد طالب مغربي عالق بالديار البريطانيه، وغادي يعطينا واحد التصريح على المعاناه ديالو. تفضل الاخ، الاسم كريم. مهدي العلوي من اكادير. تشرفين. اللي طرى لنا انه نهار 17 شهر 3 انا ما بقيتش في الجامعه ديالتي، وكان الهوم اوفيس طلبات مني انني حيتاش ما عنديش الفيزا دابا خصني ندخل البلاد، ومشيت للكونسولا وقالوا لي انني الا جيت عندهم وجبت معايا نمره الباسبور ديالي ونمره الكارت ناسيونال انني غنكون في واحد لا ليست ديال الناس اللي غيرجعوا. عمرني ما سمعت بهذا، ومشيت انا راسي حيتاش ما شفتش حد ما كيجاوبني. مشيت قلبت على كل موظف قدرت لقيته في الريزو سوسيو، في لينكدين، في الفيسبوك، خويا احترام وكان في الايميل وزاره الملك صفطت هادو عليهم والو. خدمت تما لكل واحد كنشرح ليه لا سيتياسيون ديالي. انا في الزنقه ما عنديش فين نسكن حيتاش خرجونا من الكومبوس ديال اليونيفرسيتي ميسك كل شيء. وهاد القضيه كنقولها للقنصليه، ومشيت للامباساد وثلاث مرات كنمشي كنعس قدام الامباساد كنقول لهم ما نحركش الا ما درتيش الحل، وكيعيطوا للبوليس كيقول لك شطوا هاد خينا هذا راه ما اذا صبتي صعوبه في التواصل مع الموظفين ديال السفاره. هاد خينا اللي كاين تما اللي قال لي جا فوجي، جيت عندو قلت له اخويا صيفط لي زيميل هكا، هو بدا كيزيد قال لي راه جاوبتك، وزيت التليفون ديالي وبديت كنضحك فيه. فين هو الجواب ديالك السي محمد؟ ها الايميل ديالك، ها الايميل ديالك، المراسلات اللي كانت تم مع عبر البريد الالكتروني ما بينك وبين القنصليه، كلشي بريد الكتروني، التليفون اللي كان اي حاجه تقدر تلقيتها، ميساج فيسبوك، في تويتر، اي ريزو سوسيو، انه كنت كنتوقع جواب حتى شي حد ما جاوب. فاش جيت عنده قال لك لا راه جاوبتك وزيت التليفون ديالك، فين هو الجواب ديالك؟ عيط للبوليسي ويقول لك خونا هذا فيه الصداع. قلت له الله يرحم لك الوالدين، هذا هو المواطن اللي كيتطلب فوق، ما عندي ما يتسامح. مشيت عند الاخرين اللي خدامين وكنشرح لهم لا سيتياسيون، كنقول لهم انا راه ما عنديش عائله، انا راه بوحدي جيت طالب باش نشد البلوم ديالي، ما سخرش يلاه بغيت ندير ترونسفور في يونيفرسيتي واحده اخرى نبدا سيكوم. دابا ما عنديش كي ندير نبدا يونيفرسيتي في سيكوم، حيتاش مشى علينا الحل باش نتقيدوا من هنا لشهر واحد، مازال ما عرفت فين غنقرا، واش غنقرا، كيفاش غنقرا، واش غنبقى حيت خويا حنا بالزنقه. شوف الكبيه ديالي راه ثلاث المرات كانت تكريسا بالزنقه حيتاش كنعرف بالجراد. حاولوا يتعرضوا لك الناس، شي واحد تعرض لك بغى يكريسيوك. قول لي الناس باش يشكروا حيتاش كنعس. لا حول ولا قوه الا بالله. وهذه القضيه كنشرحها لهم على الاقل، ما يمكن لناش كنديروا باش نرجعوا للبلاد، ديروا لنا شي بلاصه فين نكونوا عسر، ديروا لنا شي بلاصه باش نسكنوا، اعطوا لنا بعدا شي معلومات اللي نقدروا نطمنوا. الوالده راه مسكينه، فين ولدي؟ الله يكون في العون. فين ولدي؟ الوالده راه مسكينه، راه سكتها بغيت عليها. اش غنقول لهاد الناس؟ والمشكله جينا لهنا قبل ما يحل كل شيء، وجيت عندهم دوينا معاهم بالادب الاول، قلنا لهم اللي كان هذا كان، وقال لك لا البوليس مات، البوليس الناس مجمعين بزاف، راه خصو يكون غير جوج الناس كيدخلوا للقنصليه. وفعلا فاش دخلوا دوك جوج الناس بداو كيقنعوا بنادم، لا تسنى كيعاودوا لنا نفس الهضره مازال لحد الان، ما قالوش حاجه اللي ما عارفينهاش. والتيكي ديالي ها هو عندي، قطعتو نهار 11 مع رايانير، هذا مع رايانير، ولكن المجال الجوي ما فتحش لرايانير، بمعنى عطانا هاد التيكي كان ديك الساعه قالوا حاله الطوارئ تمتد حتى النهار 10 7 هذا كان نهار 11 انا غادي عاني ما بغيتش ناخذ النهار 10 ما بغيتش يكون عندي شي مشكل. رايانير حتى 4 قل من 24 ساعه قبل الفول عاد باش عطاتنا النوتيفيكاسيون بان البوكر كانسل. كنت انا عوال انني مشى المطار قال لي الله اعلم. نعم بحال الناس حيتاش قبل ما يقول لنا 15 راه لاضات اللي كانوا قال لنا راه هي نهار 10. وهاد القضيه اي موفمون درت اي جيست درتو راه كنصيفط للقنصليه وكنصيفط للامباساد وكنصيفط للمنظمات العفو الدوليه امنيستي وكنصيفط لشي حد وما كاينش يكذب عليك اللي يقول لك راه ما كاينش اللي يتجاوب معاك ولا هذا، ما كاينش اللي يعطيك اي معلومه مفيده، ما كاينش اللي يعطيك اي اش نقول لك، النقالزه وقفوا معاك اكثر من المغرب والله الا يبقى فيك الحال. النصراني معاك اكثر من المسلم، المغاربه الفردي معاك اكثر من المغرب الغوفرنون. صبتي تعاطف من طرف افراد ديال الجاليه هذا معلوم، حيت هما اللي يحسوا بي، راه الناس اللي يحسوا بي كما الناس اللي تماما اللي في البيرو راه انت عندهم ارقام، موظفين كنبقاو حنا عندهم غير مناسبه ارقام. فهمتي جاو عندنا دابا قال لنا كل واحد ناخذوا لي ديتاي ديال البروبليم طاري تخدموا ولا تخدموا، ولكن اخويا اللي جيتي شفتي كل واحد فينا المشكل ديالو راه ما نساليوش. دابا شحال من خطره وانتم كتجيو للقنصليه؟ انا
على راسي سي لا سيزيام فوا سادس مرة وانا واقف هادي السادس مرة وباقي ما كاينه شي تجاوب ولا شي عهود. لا والو وقت ما جيت لهنا عرفني راه قبل ما نجي لهنا راه كنت في لومباساد قبل السفارة مشيت لهنا 48 دقيقة ديال المشي ما بين. وبالنسبة للملحق الاجتماعي ما درتوش تواصل معاه ولا شي حاجة؟ ما كاينش اللي يجاوب ما كاين حتى شي واحد عندك شي معلومة اللي أنت ما عرفهاش. لا حول ولا قوة الا بالله. عتي دار لنا الصمت المطلق حتى شي حد ما دوى معاك حتى شي حد ما عطاك انفورماسيون حتى شي حد اللي يقول لك شي حاجة لوالدينا باش يطمئنوا الوالدين ديالكم ولا شي حاجة. عتي شي ناس كيقول لك أنت إلا ولدك مسالك تقرا في الإنجليزي راه يحبهم باش يهزوا راه بكتافي باش كاين هنا. نعم بحال اللي ذكرتي لي كنتي خدام وكتقرا وكنتي كتعاون راسك ولكن ملي بدات هاد الكورونا أنك أنتيا خرجتي من الكامبوس وان سميتو حتى ما بغيتيش كسرت الفيزا ديالك ما انك تمشي تشتغل بس المره الجايه اذا بغيتي دير الماستر ديالك ولا هذا بحال اللي سيرتي له هذا. اخويا كنحييوك من هنا وكنتمنوا يتوجد واحد الحل لهذا المشكل ديال المغاربه وحنايا اذا كمغاربه ما كيبقى لنا الا نضمنوا معكم في هذه الوقفه الاحتجاجيه وحتى اذا كاين اي مساعده ممكن حنا نقدموها حنا راه الاشاره وتحيه مغربيه اخي الكريم شكرا. بلا ما باش ما نديرو حسب انا الكانسل جاو هنايا والبولي جا هنا قال لك خصكم السوشيال ديستانسين تبعدوا شي شويه 2 متر. اقترح حنا شنو هو الاقتراح؟ ان الاخوان اللي عندهم ان سيرفيس هنايا باسبور ولا كارت ناسيونال يدوروا يصيفوا هنايا والاخوان اللي غادي يتشكاو على المشاكل ديال السفر وداك الشيء يبقاو تمايا باش نبقاو المسافه. وخليني غير نهضر معك. قلنا بان راه القنصليه ما تقدرش تدي تدخل كلشي الناس اللي هنايا غادي نقترحوا جوج الناس يدخلوا ويهضروا مع القنصل ويجلسوا معاه وفعلا داك الشيء اللي كاين جوج الناس راهم لداخل كيهضروا مع القنصل راه كيتشكاو ليه واللي عنده شي مشكل غادي يطرحوا ومن بعد يقول لكم شنو كاين لان ما تقدرش تهضر مع الناس كلهم. راه اتفقنا بان كاين جوج المشاكل المشكل ديال التيست المشكل ديال الطيارات ديال الريانات هادشي هذا هو اللي والطيارات الطياره ديال مليون ونص وان واي وان واي صفاره مليون ونص شفارة. في القانون ديال الياطا ديال المرحله الجويه ما يشرطش عليا مع من نجي انا متفق معاك متفق معاك راه دابا القنصليه كدير المجهود ديالها غادي توصل اللي عنده مشكل توصلوا للناس اللي مسؤولين فيهم هذا هو الجهة ديال القنصليه راه ما عندهاش شي عصا تحل وعلاش المسؤولين قبل ما يديروا هذا القرار يشوفونا حنا الاولين غادي يديروا هذا القرار راه المسؤولين في المغرب باي حق يفرضوا علينا الخطوط المغربيه باي حق ياك القانون ديال الياطا ما عندهمش الحق يفرضوا على اي مسافر يمشي مع في اي خطوط والا هي ما تنتقلش للدول الاخرى. اعطيونا واحد شويه نقولها ياطا ممنوع من الخطوط المغربيه الحكومه المغربيه شرط علينا بان نمشيو مع الخويا اللي يقماهم نعم ممنوع والا الخطوط المغربيه ما تطلعش للدول الاخرى ممنوع نعم ويلا بغات في حاله واحده لبغات الخطوط المغربيه تحت الثمن ديال راينير هذا جلاله الملك محمد السادس نعم وبالنسبه للتحليل داخل المطار وليس خارج المطار عاش الملك والصحراء المغربيه والقنصل يطلق لنا احنا هاد المهاجرين كينصوا منا الدماء في اي لحظه تحت الميكروسكوب تيقلبوا علينا باش ينصوا علينا الدماء المواطن داخل المغرب مخنوق وخارج المغرب مخنوق القنصل اليوم نعم يهضر مع وزاره الداخليه مع بوريطانيا شي حل هاد الناس اللي عارفين بوريطانيا ما كيهتمش بك في قيل تيسكر وتيسمح تيسكر وتيفيق وتيقول لك قررت ما سكران ها هو دابا راه وعدتكم سي المنطاف هنايا اللي في القنصليه المغربيه وعدكم باش غايقول لكم شي حاجه ديال القنصل على تنتظروا حنا كنقولوا ما يفرضوش علينا الطيران المغربيه قانونيا ممنوع يفرضوا علينا قانونيا نمشيو مع ما بغينا ها يخلصوا علينا نمشيو معاهم حتى في الاسرائيليه كاع
علاش ما ديروش واحد العريضه باش كل واحد يكتب ويسني؟ حنا غنحيلوها للناس اللي متخصصين. استناو المشكل ما غاديش يتحل هكا ويجي يحلها المشكل. ديروا سنيو عريضه وكلها المشاكل. المشكل فين كيدخل؟ كيدخل في المقاربه التشاركيه. ما كايناش ما كايناش ديال الحكومه مع المجلس الاستشاري ديال الجاليه. ما تقطعنيش ما تقطعنيش واخا مجموعه ديال المغاربه عندهم اسئله بزاف خاص الاداره المغربيه تجاوب عليها. هذا هو المشكل فين كاينه. المشكل فين كاينه وهم ان القنصليه تعقد اجتماع طارئ الان مع هاد الافراد وجدوا لهم قاعه. اسمح لي ما تقاطعنيش. وجدوا لهم قاعه مجموعه ديال الاسئله جاوبوهم عليها. السيد عنده التيكيت مع راينر غنمشي غيمشيش غنمشي غصبا عنه ما غاديش تمشي غنمشي وغنزل. هذه مجموعه وضحوا للناس جوج الناس اللي كاينين لكم. حاجه اخرى حاجه اخرى انا كنت راسي انا سمح لي سمح لي الواحد المشكل ديالو بوحدو. حاجه اخرى شي قضيه ديال البعد منو كامل الاحترامات مالين لك والاداره المغربيه. القضيه ديال البعد خويا هاد الحكومه غتقدم شي حاجه للجاليه. علاش ما تقدمش تدعم هاد الاجراءات التحليليه في المغرب؟ ملي ينزل السيد في المطار دير له تحليل مريض يبقى تما ماشي مريض يدخل. يدخل هادشي اللي حنا غادي نحلو. واش كلام معقول ولا ماشي معقول؟ ولكن هادشي باش المسؤوليات ديال خدمتها هادشي كتب بغاو الخطوط المغربيه يدونا مجانا نمشي معاهم نمشي معاهم هذا هو المشكل.